كاع دائما هنا، والحمد لله الان بلا الديار الفرنسيه ولا بدا نرجعوا لبلادنا، لان بغينا نعطيو ولاد الرياضه اللي عطيناها كثير وعطاتنا كثير. فكنظن الا بغينا الخلاف خصنا المنظومه ديال التنظيم ديال السباقات ديال العدو الريفي خصها تتغير، لان الابطال اللي دازوا في التاريخ ديال المغرب من بدايه الثلاثينات والربعينات بداوا بالسباقات ديال العدو الريفي، والسباقات ديال العدو الريفي تراجعت بزاف بلادنا، وهذا التراجع هو اللي جعلنا ما نلقاوش ابطال نادرين وابطال من المستوى العالي. الالعاب الاولمبيه خصك ابطال من العيار الثقيل، عندنا حظوظ قليله ولا محسوبه على الاصابع، لان لذاك المستوى ديال الالعاب الاولمبيه ولا بطوله العالم مستوى عالي، ودائما تتبقى دائما في ذاك لي ديتاي، لان هذا البطل واش غيكون في المستوى ديالو ديال السباقات ديال الدايمن ليغ ولا غيكون تراجع. وكذلك لا بريسيون ديال الالعاب الاولمبيه ولا ديال بطوله العالم كبيره، كاين البطل اللي تيتخطاها بسهوله، وكاين الابطال اللي تيجي مساكن الله يحسن العوان. وكنتمنى بان يكون عندنا ابطال كثار اللي يحصلوا على التوقيتات اللي يمكن لها تمنحهم المشاركه. وكاين واحد التراجع وخاص واحد التغيير، واحد التغيير. المشكل هو في المساله ديال المساله التقنيه، المسؤولين على القطاع التقني، انا كنهضر على التقني ماشي الاداري، مازال ما وصلوش ذاك المستوى العالي، لان اللاعب الاولمبي مستوى عالي، خصنا تكون عندهم خبره، تكون عندهم واحد الدرايه، ويكونوا مروا بهذ المستويات، لان هذا هو اللي تجعل الابطال ديالنا ما تيوصلوا الالعاب الاولمبيه ويوصلوا لبطوله العالم، كتلقاهم في نصف النهائي ولا في النهائي ما تيحصلوش على ميداليات، لان ما ناقصهمش المستوى ديالهم في المستوى ديال الابطال الكبار، ولكن الناس اللي معاهم ماشي في المستوى ديال ذاك التظاهرات.